بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يسر قسم التربية الإسلامية بمدرسة معاذ ابن جبل الابتدائية المستقلة للبنين في العام الأكاديمي 2015-2016 أن يقدم لكم حل التدريبات الإثرائية لمنتصف الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي. أولاً، مراجعة القرآن الكريم وعلومه. السؤال الأول، معنى قوله تعالى فسنيسره للعسرى؟ ألف، نيسر له أسباب الشقاء. باء، نرشده إلى الخير والصلاح. جيم، نرشده إلى الصلاة. دال، نهديه إلى طريق الجنة. والإجابة نيسر له أسباب الشقاء. إجابة صحيحة. السؤال الثاني، أقسم الله تعالى في سورة الليل بثلاثة أشياء، منها ألف الضحى، باء القمر، جيم النهار، دال الشمس. الإجابة النهار. إجابة صحيحة. السؤال الثالث، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة التالية. قال تعالى إن سعيكم لشتى، المقصود بالآية أن عمل الناس مختلف بين الصالح والفاسد. والعبارة صحيحة. أحسنت. السؤال الرابع، معنى قوله تعالى فسنيسره لليسرى؟ ألف نبعده عن الخير، باء نضله عن الحق، جيم نصده عن الطريق المستقيم، دال نرشده إلى الخير والصلاح. والإجابة نرشده إلى طريق الخير والصلاح. أحسنت. السؤال الخامس، يحذر الله تعالى الإنسان في سورة الليل من أن ألف يتقي الله تعالى، باء ينفق ماله في أوجه الخير، جيم يصدق بلا إله إلا الله والجنة، دال يبخل بما أعطاه الله من مال وغيره. الإجابة يبخل بما أعطاه الله من مال وغيره. إجابة صحيحة. السؤال السادس، سبب تسمية سورة الليل بهذا الاسم هو ألف إشارة إلى شدة الظلمة في الليل، باء ابتداء السورة القسم بالليل، جيم أن الليل يزيل ضوء النهار، دال أعمال العباد في الليل مختلفة. الإجابة ابتداء السورة القسم بالليل. إجابة صحيحة. السؤال السابع، حذر الله تعالى في سورة الليل من ألف حب الإنفاق على الفقراء، باء أن يبخل الإنسان بما أعطاه الله من المال، جيم تقوى الله تعالى، دال أن يصدق بلا إله إلا الله. الإجابة أن يبخل الإنسان بما أعطاه الله من المال. إجابة صحيحة.
السؤال الثامن: بما أقسم الله تعالى في سورة الليل؟ أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة الليل بثلاثة أشياء: أولاً بالليل إذا غطى بظلامه الأرض وما عليها، ثانياً النهار إذا ظهر وأزال الظلام بضيائه، ثالثاً خلق الذكر والأنثى. إجابة صحيحة. السؤال التاسع: اذكر مثالا لتيسير المتقين لليسرى. الإجابة: حب الإنفاق على الفقراء. إجابة صحيحة. السؤال العاشر: ما جزاء من يكذب بالحسنى؟ الإجابة: يعسر الله عليه فعل الخير ويضيق عليه أموره في الدنيا والآخرة. إجابة صحيحة. السؤال الحادي عشر: فسر قوله تعالى: إن سعيكم لشتى. الإجابة: إن عملكم أيها الناس لمختلف ما بين صالح وفاسد، وصادق وكاذب، وعادل وظالم. أحسنت. السؤال الثاني عشر: بين جزاء من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الإجابة: يرشده الله تعالى إلى الخير والصلاح وييسر له أموره في الدنيا والآخرة. أحسنت. ثانيا: مراجعة الحديث الشريف. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: واحد، المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لا يظلمه، أي ألف، لا يكون معه في السراء والضراء، باء، لا يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه، جيم، لا يتركه مع من يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه، دال، لا يكشف عنه الكرب. الإجابة: لا يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه. إجابة صحيحة. السؤال الثاني: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي: ألف، رد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم بدر وأحد، وذلك بسبب صغر سنه. العبارة صحيحة. أحسنت. باء، أقرب المؤمنين إلى الله تعالى أكثرهم نفعا لإخوانه. الإجابة صحيحة. أحسنت. جيم، المسلم أخو المسلم يحب له الخير. الإجابة صحيحة. أحسنت. السؤال الثالث: من الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث التراحم بين المسلمين: ألف، السرقة، باء، الظلم، جيم، الستر، دال، الإخلاص. الإجابة: الظلم. أحسن. السؤال الرابع: أكمل الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا نقط، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، نقط، كربة،
فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. الفراغ الأول: ولا يسلمه. الفراغ الثاني: ومن فرج عن مسلم كربة. أحسنت. السؤال الخامس: اكتب فائدة مما يستفاد من حديث التراحم بين المسلمين. الإجابة: الإيمان والعمل الصالح يؤدي إلى دخول الجنة. إجابة صحيحة. السؤال السادس: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة التالية: من تضييع المال إنفاقه على المحتاجين. العبارة خاطئة. إجابة صحيحة. السؤال السابع: من خلال حديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، استخرج أمرا من الأمور التي تحب أن تفعله مع أخيك المسلم. الإجابة: مساعدته ومعاونته في أمور دينه ودنياه. إجابة صحيحة. السؤال الثامن: ما جزاء من ستر مسلما في الدنيا؟ الإجابة: يستره الله يوم القيامة. إجابة صحيحة. السؤال التاسع: عرف براوي الحديث من حيث اسمه. اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنهما. إجابة صحيحة. مولده: مولده ولد بعد البعثة بيسير. أحسنت. جهاده: أما جهاده رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد لصغر سنه، وشهد الخندق وما بعدها. أحسنت. وفاته: توفي رضي الله عنه بمكة سنة 73 للهجرة. أحسنت. السؤال العاشر: اكتب معاني المفردات الآتية: لا يظلمه أي لا يدخل عليه ضررا في دينه في نفسه، لا يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله. لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. أحسن. فرج أي كشف وأزاح. إجابة صحيحة. كربة أي الكرب هو الغم الذي يصيب النفس. الكرب هو الغم الذي يأخذ النفس. السؤال الحادي عشر: اكتب أمرين مما يستفاد من الحديث. الأمر الأول: المسلمون تجمع بينهم أخوة الدين. الأمر الثاني: المسلمون يتراحمون فيما بينهم. أحسنت. ثالثا: مراجعة العقيدة الإسلامية. السؤال الأول: ما الصفة التي أشارت إليها الآية: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا؟ ألف: الأمانة، باء: الفطنة،
جيم الصدق، دال القوة. الإجابة الصدق. أحسن. السؤال الثاني، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. نزل قوم صالح عليه السلام في مساكن بين الشام والحجاز تسمى نقط. تسمى الحجر. أحسنت. السؤال الثالث، خاتم الرسل والأنبياء عليهم السلام هو ألف محمد صلى الله عليه وسلم، ب إبراهيم عليه السلام، جيم زكريا عليه السلام، دال موسى عليه السلام. الإجابة محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. السؤال الرابع، أكمل العبارة الآتية. أرسل الله تعالى صالح عليه السلام إلى قوم نقط. أرسله إلى قوم ثمود. أحسنت. السؤال الخامس، معجزة نبي الله صالح عليه السلام هي ألف خروج الناقة من الجبل، ب انشقاق القمر، جيم انشقاق البحر، دال إحياء الموتى. الإجابة خروج الناقة من الجبل. أحسنت. السؤال السادس، أكمل ما يلي. كان قوم صالح عليه السلام يعبدون نقط. يعبدون الأوثان أي الأصنام. أحسنت. السؤال السابع، لماذا أرسل الله الرسل عليهم السلام؟ أرسل الله الرسل عليهم السلام لدعوة الناس إلى الإيمان بالله وحده وعبادته وتبليغ شريعته إلى البشر. إجابة صحيحة. السؤال الثامن، أذكر صفة من صفات الأنبياء عليهم السلام. الصدق. إجابة صحيحة. رابعا، مراجعة الفقه الإسلامي. السؤال الأول، يدل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن حكم صيام رمضان ألف واجب، ب مندوب، جيم مباح، دال مكروه. الإجابة واجب. أحسنت. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة التالية، من الفوائد الصحية للصوم أنه ينشر العدل بين المسلمين. العبارة خاطئة. أحسنت. السؤال الثالث، حكم من أكل متعمدا في نهار رمضان. ألف صيامه صحيح، ب صيامه مستحب، جيم صيامه مكروه، دال صيامه باطل. الإجابة صيامه باطل. أحسنت. السؤال الرابع، عرف الصوم.
الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسنت. السؤال الخامس، اذكر فائدة واحدة من فوائد الصوم الروحية. الإجابة تعويد النفس على الصبر. إجابة صحيحة. السؤال السادس، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. يجوز للمسلم أن يصوم أي شهر بدلا من شهر رمضان من دون عذر. العبارة خاطئة. أحسن. 2. ثبت فرض الصوم بالقرآن الكريم والسنة النبوية. العبارة صحيحة. أحسنت. 3. الصيام يحافظ على صحة البدن ويطهر الأمعاء. العبارة صحيحة. أحسنت. 4. من فوائد الصوم الاجتماعية نشر العدل والشعور بالفقراء. العبارة صحيحة. أحسنت. 5. مراجعة السيرة والبحوث الإسلامية. السؤال الأول، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. ألف، ورث سليمان عليه السلام الملك والنبوة عن أبيه داود عليه السلام. العبارة صحيحة. أحسنت. ب، عاش سليمان عليه السلام 53 عاما. العبارة صحيحة. أحسنت. السؤال الثاني، أكمل ما يلي. كانت الملكة بلقيس تحكم مدينة نقط. مدينة سبأ. أحسنت. السؤال الثالث، الكتاب السماوي الذي حكم به سليمان عليه السلام قومه هو. ألف، الإنجيل. ب، القرآن. جيم، التوراة. دال، الصحف. الإجابة التوراة. أحسنت. السؤال الرابع، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة التالية. أقام سليمان عليه السلام سورا حول مدينة القدس. العبارة صحيحة. أحسنت. السؤال الخامس، اذكر اثنتين من مزايا ملك سليمان عليه السلام. أولا، سخر الله تعالى لسليمان عليه السلام الجن ومردة الشياطين لخدمته. علمه الله تعالى منطق الطير وسائر الحيوانات. أحسنت. السؤال السادس، كيف توفي سليمان عليه السلام؟ توفي سليمان عليه السلام وهو متكئ على عصاه. إجابة صحيحة. السؤال السابع، متى علمت الجن والإنس بأمر وفاة سليمان عليه السلام؟ الجن
الإجابة بعد أن أكلت الأرضة أي النمل الأبيض عصاه فخر ساقطا. إجابة صحيحة. سادسا، مراجعة الآداب والأخلاق الإسلامية. السؤال الأول، عرف الأثر. الأثرة هي حب النفس وتفضيلها على الآخرين. إجابة صحيحة. السؤال الثاني، اذكر واحدة من ثمرات الإيثار. الإجابة التعاون بين المسلمين. إجابة صحيحة. السؤال الثالث، عرف معنى الإيثار. الإيثار هو أن يقدم الإنسان حاجة غيره على حاجته رغم احتياجه إلى ما يبذله. إجابة صحيحة. السؤال الرابع، اذكر سببا يعين على الإيثار. الإجابة تعظيم حق المسلم على أخيه. إجابة صحيحة. السؤال الخامس، قارن بين الإيثار والأثر من حيث التعريف. الإيثار هو أن يقدم الإنسان حاجة غيره على حاجته رغم احتياجه إلى ما يبذله. أما الأثرة فهي حب النفس وتفضيلها على الآخرين. إجابة صحيحة. السؤال السادس، من الأسباب المعينة على الإيثار، ألف الحرص على كسب الثواب، باء كراهية فعل الخير، جيم تحقق كمال الإيمان، دال الزهد في مكارم الأخلاق. الإجابة الحرص على كسب الثواب. إجابة صحيحة. السؤال السابع، ضع علامة صح إذا كانت العبارة صحيحة وعلامة خطأ إذا كانت العبارة خاطئة. الإيثار صفة مذمومة في دين الله تعالى. العبارة خاطئة. أحسن. السؤال الثامن، أكمل الفراغ الآتي، الإيثار خلق عظيم لا يبلغه إلا نقط. لا يبلغه إلا المؤمنون. أحسنت. السؤال التاسع، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ألف الإيثار يؤدي إلى ضياع المال. العبارة خاطئة. أحسن. باء الحرص على كسب الحلال من الأسباب المعينة على الإيثار. العبارة خاطئة. أحسن. السؤال العاشر، من الأسباب المعينة على الإيثار، ألف تعويد النفس على تحمل الشدائد والصعاب، باء تقديم حب النفس على حب الغير، جيم الحرص على كسب المال، دال قلة التعاون مع الناس.
الإجابة: تعويد النفس على تحمل الشدائد والصعاب. إجابة صحيحة. السؤال 11: اذكر 3 أسباب تعين على الإيثار. أولا: الحرص على كسب الثواب. ثانيا: الرغبة في مكارم الأخلاق. ثالثا: تعظيم حق المسلم على أخيه. إجابة صحيحة. السؤال 12: اكتب دليلا من القرآن الكريم على مكانة الإيثار. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جزاك الله خيرا. شكرا لك يا معلمي، فقد أفدتني، فجزاك الله خيرا كثيرا عنا وعن جميع الطلاب.